السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي مع مكتبة اجور. طيب هقول ان انا عايز ابدا مشروع جديد بروجكت نيو، واقول له ان انا عايز ابدا مشروع جديد واسميه مثلا اكس. اوكي، مشروع اكس اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. ممكن تحط بقى الديسكريبشن بتاعه، اد اسيت، تبدا تشوف ايه الاسيت اللي انت ممكن تشتغل بيها. تمام، لو انت عايز تضيف اسيت جديده من عندك من الكمبيوتر، هتقول له داتا سيت وتقول له نيو وتقول له فروم لوكال، وتبدا تختار. عندك ممكن تختار ملف سي سي في او اكسل او في امتدادات تانيه كتير يعني. تمام، ممكن تشوفهم بقى من هنا، تقدر تشوف ايه الامكانيات اللي انت ممكن تضيفها. ممكن ملف تكست او ملف مثلا اي ار اف اف وهكذا. انا كنت رافع ملف قبل كده اللي هو دوت. طيب ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل التجربه بتاعتي. ممكن اقول له انا عايز واحد فاضي خالص. تمام، وابدا احط بقى ايه. ممكن اسحب من الداتا سيت اللي انا كنت رافعها، او اشوف مثلا داتا سيت جاهزه اهيت. تمام، يعني تقدر تجيب حاجه خاصه بيك او تبدا انت ايه من حاجه تكون موجوده عنده اصلا جاهزه. طيب بعد كده انا عندي، تعال نشوف قاعده البيانات ديت. هتيجي هنا وتقول له الداتا سيت انا عايز اعملها فيجوالايز، فيبدا يوريك قاعده البيانات الموجوده. ممكن تكون قاعده البيانات دي فيها يعني ارقام كتير جدا. تمام، هنا كل صف اهوت، كل صف بيبدا يديك المعلومات اللي انت عايزها بشكل دوت. طيب ممكن اجي هنا انا عايز اعمل لها سمرايز. سمرايز داتا. تمام، هتجرب بقى ايه توصل دي بدي. زمان كنا بنقعد نكتب كود يعني ايه كتير جدا. هنا ممكن تقول له بقى ايه وريني ران سيلكت. لسه مخلصتي. تمام، هيبدا يحلل لك بقى البيانات، هنقدر نشوف فيجوالايز للبيانات ديت. فكل صف اهوت بدا بقى يديني القيم بتاعته، سواء عددهم سواء القيم اليونيك اللي هي يعني اللي ما قررتش. تمام، لو قرر يعني هنا مثلا هنا لا ما صفر لا ما واحد، فهم اتنين بس. الميسنج فاليو لو في اي قيم مفقوده فكلهم الحمد لله صفر. مينيمم ماكسيمم المتوسط وهكذا. فده تحليل للبيانات، ودي طبعا لو هتعملها مانيوال هتاخد وقت، ولو هتكتب لها كود هتاخد وقت، فتخيل لمدى سهوله البرنامج. طيب عايز ابدا بقى اشوف الداتا ديت، اعمل لها نورمالايز. نورمالايز على اساس تبقى ايه القيم لا اما واحد لا اما صفر عشان تبقى اسهل، وابدا اسحبها بالشكل دوت. طيب تعالى برضو نعمل لها run select ونيجي بقى نشوفها. لسه ما خلصتش. هتلاقيكم هي من صفر لواحد، من صفر لواحد. تمام، لو بالسالب معنى كده ان العلاقه بينهم عكسيه، لو بالموجب تبقى العلاقه طرديه. وطبعا تقدر تيجي هنا وتشوف الستاتس بتاعتها او الفيجوالايز لكل حاجه انت هتعمل عليها سيلكت. طيب بعد كده انا عايز اقسم البيانات ديت، فممكن اقول له ايه سبليت. ليه بقسم البيانات ديت؟ عشان تبقى في قيم اللي هعمل عليها الدراسه، وفي قيم هتاكد ان الدراسه بتاعتي صح ولا غلط. هو لازم اقسم القيم. هو بيقسم 50%، لا انا اخليها 70%. يعني 70% هياخدها اللي يعمل عليها الدراسه، وال30% يتأكد ان هل فعلا القيم تحت مظبوطه ولا لا.
تمام. طيب هوصل بقى النورمالايز بالنسبه للداتا بالشكل دوت. طيب عايز بقى ايه؟ اعمل ترين موديل. الكلام ده كل ده اللي انا بعمله ده تقريبا ثابت في الماشين ليرنينج. بنعمل موديل بالشكل دوت، ترين موديل اهوت. طيب الترين موديل بيبقى فيه قيمتين، في القيمه اللي هي السبليت داتا ديت، واقول له ان انا عندي تو كلاس اللي هم صفر واحد، تو كلاس ممكن نختار اي واحدة واقول له اصلها بالشكل ده. تمام، خلينا نعمل له رن. طيب قبل ما نعمل رن لازم اجي هنا واختار هقسم على اساس اني كولوم نيم، كولوم واحد هو هنا بيعمل الران، وبعد كده هقول له برضه ران سيلكت. طيب بعد كده احنا خلاص كده عملنا الترين، فمحتاج ايه؟ محتاج ان انا اعمل سكور موديل. طبعا الترين تقدر تيجي هنا وتقول له اعمل لي فيجوالايز للتريننج، فبيبدأ ان هو يظهر لك كل القيم. بالشكل ده طبعا زي ما انت شايف ان هي تقريبا انحدار خطي، فده هيبقى اسهل في ان احنا نقدر نقيم. هقول له سكور عشان نتأكد ان القيم بتاعته مظبوطة ولا لا. سكور موديل اهوت، هو بياخد القيمة من هنا من التريننج. طيب والقيمة التانية هياخدها منين؟ هياخدها لما قسمنا للسبليت خدنا 70 و30، فالتلاتين التانية دي هستخدمها في ان انا اتأكد هل النتائج مظبوطة ولا لا، او ممكن قاعدة بيانات تانية. يعني ممكن اخد قاعدة بيانات تانية واتأكد من البيانات اللي هي مظبوطة ولا لا. تمام، هقول له run select واقول له بقى ايه، وريني الفيجوالايز. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز ايفالويت للموديل. اهوت، اقول له خد القيم من السكور عشان اعرف هل فعلا الموديل بتاعي مدى الدقة بتاعته. طيب ممكن اجي هنا بقى بعد كده واقول له اظهر لي. تمام، ده كده ممتاز جدا 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 جدا. بص لما لو الرقم هنا الاكروت ده اهم حاجة بالنسبة لي، مدى الدقة بتاعته لو 1 او 0.9 يبقى كده ممتاز. كده انت واثق من البيانات بتاعتك، اي حد هيدخل بيانات كده تقدر تحلف له ان الارقام بتاعتك هتطلع مظبوطة، وكده يقدر يتنبأ بهل الشخص ده عنده المرض ولا لا. كده انت عملت شغل 10/10، احييك عليه. طيب انا دلوقتي بقى عايز ابدا احط الحاجات دي على موقع على النت عشان اجرب، فاجي هنا ران واقول له ران او ران سيلكت لو انت عامل جزء معين. تمام، كده الموديل بتاعك ما دام قريب من الواحد يبقى كده ممتاز. تمام، بعد كده هقول له سيت اب واقول له اعمل لي الموقع بتاعي. هو بقى بيجهز لك الحاجة. تمام، حط لك حاجة اسمها ويب سيرفيس انبوت، يبقى في شخص يقدر يدخل البيانات. يا
يبقى انا كده ممكن عندي قابليه ان انا ادخل بيانات ما كانتش موجوده قبل كده. طيب بعد كده هقدر ادخل بقى على الويب سيرفيس، اقول له هنا deploy web service، اقول له yes، اقول له انا عايز اعمل تيست، فبيقول لي دخل بقى القيم. تمام، طبعا انا مش دكتور، مش متخصص، فمش عارف الصراحه القيم بتاعت ايه. تمام، بس هو المفروض ان دي حاجات الدكتور بيدخلها. تمام، لما بيدخل قيم خلاص هو بقى بيبدأ يديله النتيجة. طيب عايز اشوف الموقع، هدخل هنا في جنرال واقول له نيو ويب سيرفيس، هو بيبدأ يحمل الداتا. طيب عندي هنا الداشبورد النتيجة هتطلع، وعندي هنا التيست اللي هو هيدخل بقى القيم هنا ويقول له تيست ريكويست، بحيث هيجيب له نتيجة من صفر لواحد، لا اما الشخص ده مصاب لا اما مش مصاب. فجاب لك بقى النتائج هنا. تمام، بحيث ان هو تشوف علاقة طردية او مش طردية او هكذا. تمام، ولو انت عندك برضو ويب سيرفيس ممكن يبقى فيه ملف اكسل لو انت حابب. ممكن لو انت عندك برنامج تقدر تاخد قاعدة البيانات ديت والشغل ده كله وتقدر ان انت تشتغل عليه. فخلاص كده انا بقى عندي التست جاهز، قلت له سيمبل داتا. تمام، فكده احنا قدرنا نعمل اناليسز لاكتشاف مرض السكر، مرض السرطان، اي مرض انت عايزه هيتم بنفس الطريقه اللي احنا عملناها زي ما انت شفت. كده بقى عندي ذكاء صناعي اقدر اتنبأ بشكل قوي جدا بنسبه كبيره جدا هل الشخص ده عنده مرض ولا لا. والامر في الاول وفي الاخر لازم الدكتور هو اللي يحكم ويقول او لا. تمام، يعني لازم نسيب الموضوع للدكتور، يعني ما نعتمدش على الذكاء الصناعي 100%، لا هو بنسبه 99%، بس القرار في الاخر لازم يكون للمتخصص.